سنتحدث اليوم عن مضادات سم الثعبان أنتي فينومز. يجب فعلاً أن تعرف نوعاً أو نوعين عادة من مضادات سم الثعبان حسب الدولة التي تعمل فيها. تمتعي ببشرة مشدودة ونضارة براقة بعد أول جلسة من المنتج الجديد بي بلس، حل مثالي قبل الحفلات والمناسبات، كما يصغر المسامات ويقلل التجاعيد وأثار الجروح، لأن مكونه الأساسي هو البيبتايد الذي يزيد إفراز الكولاجين في البشرة. توجد العديد من أنواع جراحة البروستاتا بالليزر، منها التبخير بالتصوير الانتقائي للبروستاتا، وفيها يتم استخدام الليزر لإذابة أنسجة البروستاتا الزائدة، ويستخدم عموماً لعلاج البروستاتا المتضخمة بشكل خفيف أو متوسط. 2. استئصال البروستاتا بليزر هولميو، وهو إجراء مشابه للتبخير بالتصوير الانتقائي للبروستاتا، ولكن يستخدم أنواعاً مختلفة من الليزر. فهو علم عظيم بأبواب وفصول كم أهملناها، فكان إهمالها معول هدم. تشتكي بعض النساء من تربية الآباء، وهي تكرر نفس الأخطاء والمآسي مع أبنائها، وتلهث خلف أحلام امرأة غربية اصطدمت بالحقيقة متأخراً. تشتكي من الفقد وسوء الفهم وقلة العلم في التربية، وهي لا تكلف نفسها أن تتعلم كيف تربي أبنائها، فترميهم لشاشة هاتف أو شارع أو مشاريع الغرب الهدامة. إنها شكوى كاذبة. يتم ذلك بعدة طرق، منها الطريقة الأولى التجفيف الشمسي أو الطبيعي. فطريقة التجفيف الشمسي أو الطبيعي طريقة تقليدية، ولكنها تظل محبوبة لأنها توفر الطاقة لاستخدامها حرارة الشمس، وهي متوفرة في كل المناطق التي ينمو فيها التين بكثرة.